بسمعها فيلم تجاري وعندي 22 سنة، أنا بطلة الجمهورية في ألعاب القوى وإن شاء الله كمان بطلة الجمهورية في رفع الأثقال. عاوزك تقولي لي، هي الفكرة أو اللعبة بدأت معاك إزاي؟ أنت أول مرة كانت لعبت فيها؟ مشاركة عادية جدا، كنت بمثل وزارة التعليم العالي، بدأت فيها واكتشفت ساعتها إن أنا بعرف ألعب ألعاب قوى كتير كده. كان في أسبوع أسبوع شباب شباب الجامعات. الجامعة. بعد كده إيه اللي حصل؟ دخلت برضو تاني أسبوع شباب الجامعات، كان في الإسكندرية، حصلت المركز التاني على مستوى الجمهورية، وبعد كده الكابتن سامي الجرعي اكتشفني وخدني في واشتركت في الاتحاد، وحصلت على المركز الأول في رمي الجلة والمركز التاني في الجامعة. كلمينا عن مين من الكباتن اللي قدر، يعني اللي أخد بإيدك من للعبة، ودور البيت معاكي، مين اللي كان بيساعدك؟ هو الكابتن سامي الجرعي، كان دور البيت كان بابايا، هو اللي كان بيدعمني مادي ومعنوي، هو اللي كان دايما يحفزني ان انا اوصل، يعني كنت اروح له الاول نزلت الناس اعيط وكده، كان هو اللي يحمسني وقال لي كلمه تخلي الناس تفتخر بيكي او تسخر منك، فاخترت الطريق اللي هي الناس اكبر الناس اللي تفتخر بيكي. اول ما اخدت البطوله كان مين اول واحد فكرت تكلميه؟ يعني كانوا دول اول ده كان اول ناس مع اول ناس. طب عايزين بقى تحكي لنا كواليس البطوله، ايه اكتر موقف مثلا عدى عليك صعب مش تنسيه وانت بتلعبي؟ هي بطوله رفع الاثقال، دايما الحكام يعني بيقولوا الاداء غلط، برغم ان انا شايله 50 بس هما بيقولوا الاداء غلط، لازم تتدربي كمان الاداء ده اصعب حاجه، وكان بيعقدني كمان، يعني برغم ان التمارين صعبه ورغم ان انا بشيل اثقال صعبه بيقولي الاداء غلط. لك وجهي رسالة للناس، تقول لهم ايه؟ مفيش حاجة اسمها مستحيل. طب بالنسبة لحالتك، يعني لحياتك الأسرية، هل بتفكري في الارتباط أو ممكن يأثر لو عليك؟ لو ارتبطت برضه هصنع أبطال لمصر، لو حتى لو كنت في دولة الحجاز هصنع أبطال لمصر، عشان أنا متسائلة، عشان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال عام 2018 هو عنده الاحتياجات الخاصة، وأنا متفائلة. ايه حلمك اللي انت بتحلميه يا نوسه؟ حلم اكون بطلة العالم، وحلمي مش هتنازل عنه.